عمرو اديب اه ولا ابراهيم عيسى؟ كايه طيب بجد والله مش مش بحاول كايه. كمانجا. كمانجا ابراهيم عيسى. طيب طيب عمرو دياب ولا مايا دياب؟ مايا دياب الصراحه. انا بحبك. عارف بيتعبوني في السؤال ده فبضطر اقول ايه. لو انت قدامك باب مكتوب عليه عمرو دياب وباب مكتوب عليه مايا دياب يعني هتختار اني باب؟ فكل يوم يقول لك عمرو دياب. ايه عشان الفن يعني هتخش الباب بتاع وبعدين انت هتعرف عمرو دياب هيعمل فيك كده؟ خش مايا اضمن. ممكن اخش مايا ونشغل عمرو دياب. يا لهوي جايب احلى اجابه. احمد موسى ولا فيلم موسى؟ ندى موسى. احمد السكي ولا محمد السكي؟ الاخوان تويكس. على راي سامح عبد العزيز قال لك الاخوان تويكس. هم بيعملوا نفس الحاجه وفاكرين نفسهم مختلفين. احمد السكي. سامع محمد؟ وصلت الرساله؟ مسافر مسافر عادي. لما ترجع سامع مسافر ده تروح شغل. عمرو دياب اسطوره يعني اعتقد انه عدى اي مطرب في تاريخ مصر قبل كده. عادل امام يعني اكتر تجربه ناجحه في تاريخ مصر. انجح واحد في تاريخ مصر. احمد فهمي مش ممكن اللذاذة ليه تعليق بيموتني انا شخصيا. قال لي لما بقعد اشوف مسلسل عادل امام مش عاجبني بيني وبين نفسي بقول استغفر الله العظيم ده مش حلو. احس ان حاجه غلط قوي ان انا اقول على عادل امام من كتر ما خد بالك ده معناه ان من كتر ما اعماله حلو اغلب الوقت انت يعني انت مش قادر تستوعب ان ده مش حلو ان هي قلت منه في اختيار يعني. اصلا عادل امام فما فيش حاجه اسمها عادل امام جامد. هو اسمه عادل امام. هو عادل امام يعني انت بتقول مش عارف ايه جامد قد عادل امام. ما فيهاش. فيفي عبد بعشقها. الشتاء بكره الشتاء. ايه ده؟ اه طبعا شتاء يعني امراض. اوكي دايما عيا. شتاء يعني السماء دايما منوره لمض نيون. تحس ان انت موفره لحظات الموفره. تحس ان انت بس في شجن ومزيكا حلوه ومطر ورومانسيه. ما هو ده بقى الكلام ده يعني فاهم. طب لبس الشتاء اشيك. ايه لبس الشتاء اشيك؟ الجواكت الحلوه البروفات بتاعتك. لا ما ممكن البس تيشرت صايع على جينز على ولا حاجه. هو تيشرت جينز اديك قلت او مايو. شو احنا على فكره لابسين عكس بعض. الناس مش هتفهم احنا فين. احنا مش لابس تيل وانا لابس. احنا انتهينا. يعني اصلا لبسك مع لبسي النهارده عبث. الفلوس ولا حب الناس؟ بص هو السؤال ده فرصه للكذب. يعني انا عارف انا كمان. بص احنا في زمن مفيش حب للناس مطلق. يعني انت النهارده بتحب عمر متولي عشان عمل طاعون مثلا. بكره لو انت ما نزلتش بحاجه محدش فاكرك. ده حقيقي. ولا حد حبك. احنا بقينا سرعه جدا. جدا. والترن اوفر بقى عالي جدا. فالنهارده اكرم موجود بكره ما عجبهمش حاجه ما بقتش احب اكرم. بقيت بزرار خلاص انا بحبك او ما بحبكش. فاعتقد الفلوس. لان اهم من نفسي وبعدين احاول يحبوني. بقى في حب ولا لا؟ لان هي دي ما بقتش حاجه مضمونه خلاص في السوشيال ميديا وكده. مين اكتر حد بيجوعك؟ شيكو. سؤال غبي مني جدا بس فكرت ثانيه ما كنتش هسأله. شيكو ما بيشبعش بيزهق. ما بيشبعش بيزهق والله. دي جامده جدا. مره كنا عندي في البيت بنفطر في رمضان فكنا عند بيت في بيت امي. اوكي. وهو بقى يعني احنا متربيين مع بعض فهو واخد على امي جدا فكلنا خلصنا اكل وقمنا وهو فضل على السفره. طبيعي. فالطبيعي ايه انت لما تبقى صاحب البيت مش عمرك ما هتحرك حد ان هو لسه قاعد. بتقعد معاه طبعا. لقيت امي بتقول له يخرب بيتك. والله العظيم بيكلم نفسه اختم بالفراخ ولا اللحم. قلت لها فيها ماما؟ قالت لي انت مجنون. قالت لي بعد ما خلص اكل سمعته بيكلم نفسه اختم بالفراخ ولا باللحم. هو الاكل بالنسبه له بعد ربنا. اخرج مره مع شيكو في مطعم. اه اتخرجت. لاحظ والويتر بينزل الاكل كان واحده حلوه قوي بتقلع فستانها قدام. قصقص ولا حمدي المرغني؟ مين اقبح؟ مش عايز اظلم حد فيهم يعني يعني الاثنين وحشين قوي عمر. يعني مين فيهم اللي شفته مره قلت الحمد لله على انا فيه؟ الاثنين. انت كل ما تشوف الاثنين بس الفكره ان حمدي بيظبط شويه نفسه باللبس وقصقص يعني تحس ان هو كان بيبسي حد عمله كده وبعدين اداهولك ده قصقص. فانا لو اختار ابقى مين فيهم يعني مثلا
يعني لا حمدي بجد يعني هعرف يعني هتعرف ايه شبه البني ادمين يعني شبه البني ادمين شويه انا مختلف معاك. لا انا شايف ان مش عارف يعني بعد سنين من البحث اكتشفت ان حمدي اقبح. واسالني ليه يعني انت لو عندك كلب نوع شكله غريب بتتعود على شكله بتحبه وبتبوسه فده اللي حصل بيني وبين اسس احنا بنتنمر صح بس اصحابنا هم فعادي انا مش عارف انا شايف ان احنا بنحلل بس ده تنمر هيتحسب هم بيحسبوها دلوقتي كده يعني هم دلوقتي جت علينا احنا وقفلوها يعني زمان تاريخ كل اساتذتنا ما كانش فيه تنمر في ده هو قايم على التنمر الكوميديا تنمر اصلا للاسف بس هي كلمه تنمر دي يعني طب اقنعني ليه اسس شكله اكبر هقول لك ليه اسس انت هات بني ادم ما يعرفش حاجه لسه يعني لسه مولود حالا بس واعي ان انت تساله تعال نتخيل ونعمل الفرضيه في البدايه كده شويه بس هو في يعني في الوعي يعني في يعني يقدر يساله ويرد كويس حط له على اليمين اسس وعلى الشمال سوري حط له على اليمين بني ادم عادي مش اسس اي حد أوكي. اي اسر ياسين كريم فهمي اي حد كويس وحط له على الشمال قرد اوكي وحط اسس في النص وقول له زقه ناحيه اللي تبعه بذمه اهلك هيزقوا فين طيب مش قادر والله هيزقوا فين يعني هنحط اسر ياسين هنا او كريم فهمي عشان خلي احمد عز عشان ده هنحط يعني احمد عز هنا صح هنحط قرد هنا بالظبط صح ونوقف قصقص في النص وقول له الطفل قرب القرد من اللي هو من فصلته وصل الارنب للجزره زي ما احنا صغيرين هيروح فين ده مش تنمر ده قضيه راي عام اللي احنا عملناه ده طب ثانيه اقول لك حاجه هو مش هيسامحنا قصقص يروح ناحيه احمد عز ولا يروح ناحيه القرد انا هوديه ناحيه احمد عز عشان احمد عز يرعاه القرد لو راح مش هياكله صح ممكن يتجوزوا لو نتايا نقفل الفقره دي حالا اشتريت لايكات عمري اشتريت لا لايكات لا عمري ما عملت ده فيوهات لا بس عمرك بس عملت كامبين بفلوس لا المفروض ساعه مثلا رجاله البيت انا اتعمل عليا حملات كتير المفروض يبقى عندك خط دفاع مش ان انت تزيف نجاح ولا وللاسف وانت عارف ان ده كله يعني موجود دلوقتي وده اللي بيتعمل جدا المشكله ان المنتجين اللي في السوق بقوا بيقيسوا نجاحي ونجاحك بالسوشيال ميديا هو نفسه ما بقاش في المقياس بتاع زمان ان انا في الشارع بحس الراجل ده معروف ومحبوب ولا لا صح الفكره فكره رقم مكتوب طب حضرتك متاكد ان الرقم المكتوب ده هو مش مزيفه طب حضرتك متاكد طب اصلا المسلسل اللي هو اللي انت جاي اللي هو فشل طب انت جايبه ليه عشان حصل له فضيحه مؤخرا على السوشيال ميديا عامله له ترند فطب انا دلوقتي كممثل بقى انا بسالك قول لي اعمل ايه المنتج بيختار على اساس حاجه مش مقياس مش صح فانا ساعتها اعند ما هو برده مش ذكاء يا احمد يعني انا ساعتها اطنش السوشيال ميديا انا كنت بتعامل مع السوشيال ميديا الاول على انها واتساب الله ينور عليك كنت برد على الناس وبتكلم بطبيعتي وبتاع فحصل مشاكل طبعا وبعدين رجعت لميت والدنيا بقت تمام ولما خرجت بره انا بقول لك انت مش هينفع تاخد بنصيحتي لان انا دلوقتي بفكر في ايه وده ما قلتوش في حته قبل كده انا رجعت فاهم اللي انت كنت عارفه ايام ورقه شفر انا هعمل اللي عاجبني انا كهاوي من الاخر خالص والفيلم اللي جاي بعمله كده والمسلسل اللي جاي بعمله كده وسيب بقى النجاح ده على ربنا واللي يعجب ذوق الناس بجد لكن انا لا هزوق بسوشيال ميديا ولا هعمل بقى خالص انا هرجع وخلي بالك انت عندك كريم عبد العزيز احمد حلمي السقا عز اكبر نجوم في مصر مش دول اكبر اربعه تقريبا في السوشيال ميديا في السوشيال ميديا يمكن ده كلامهم لما طلعوا اصلا من غير سوشيال ميديا عندهم رصيد ما قبله بص مصطفى خاطر قال احلى كلمه في الدنيا مصطفى خاطر قال لي العالم باظ ومش راجع تاني من جده مش شرط يا جد خالص ممكن يشتري لايكات من غير ما يجد ولا حاجه افلام الاكشن بحبها الفلوس الحرام لا لا مستحيل مش عايز اقول لك حاجه بس ملهاش علاقه قول طبعا توتا كان ايام ما كنا بنعمل سيد الشحات اوت اوف نوير كده كل شويه يجي لي بصوره ثعلب او صوره مثلا سعدان عارف السعدان اللي هو شبه يوم قايل لي بقول لك ايه بالله عليك ده ولا حمدي بيتكلم بجد فانا اقول له قول انت يا توتا يقول لي ده اظبط طبعا وتوتا مش فاهم ان هو اقرب للدولفين يعني لو حطينا احمد عز برضه ودولفين طيب
وحصلنا توتة في النص. الطفل هيزق توتة فين؟ في البحر عند الدولفين طبعا. اكيد توتة مش جنب احمد عز. او هيزق الدولفين لتوتة. ده ممكن يزق الدولفين لاحمد عز ويقول له خد بالك من توتة. ايوه بالظبط. طيب معلش بقى ممكن تفهم الناس عشان انت دلوقتي فكرتني بحاجه. البي بقى مقتنع بموضوع الدولفين ده لدرجه انه ركب توتة على دولفين او حطه في صوره معاه انا مش فاكر وراح بعتها لنا على الجروب بتاع العنبر وانا هعرض لكم الصوره دلوقتي. يعني انت هتشوف الصوره في حاجه اسمها بلوجا ويل اللي هي البيضه دي اللي انت شايفينها دلوقتي على الشاشه. اه هي دي. هي شبه هو توتة طول الوقت بيتنمر عليا. معلش اصلا دي جمله مشكله. توتة بيتنمر عليك ليه؟ هو كده توتة هو بيحب يجر شكل وبيتنمر عليا. اوكي. فانا طول الوقت شايفه دولفين. واحبه عشان دولفين. انت تخيل لو في دولفين بيكلمك صديقك صديق الانسان. ده الحاجات دي بيعملوها في الجرافيكس بفلوس كتير جدا عشان تخلي دولفين يتكلم. فده عندك ببلاش موجود. فاكيد بحبه جدا. يا نهار اسود. طب فاضل مين من صحابك؟ خلاص. طب بذمتك احنا بنعرف نضحك من غير التنمر على بعض ده في وسط العنبر؟ مستحيل. صح؟ مستحيل. هتضحك ازاي؟ مستحيل. اصلا مفيش ضحك من غير ايه يعني شر. ضحك شر. كوميديا شر. صح والله العظيم. الله يرحمه استاذ لينو رملي. يعني كوميديا شر. هو اصلا الفكرة الكوميديا اصلا انت بتضحك ليه في اي فيلم كوميدي حتى انت بتضحك ليه؟ لان انت بتتفرج على موقف ما تتمناش تبقى فيه مثلا. بالظبط. هو ده. او حد محطوط في موقف انت فرحان انه في الموقف ده فبتضحك. فبتضحك لان ايوه انت دلوقتي بطل الفيلم ده بيتعرض انه وقع فانت تضحك. بالظبط. عشان انت مش عايز تبقى في الموقف ده بس عاجبك انه وقع. الكوميديا قايمه على كده اصلا. فنقعد استاذ عادل امام استاذ سمير غانم كل الاساتذه الكبار. طب الاستاذ سمير غانم الاخزام اللي كانوا بيدخلوا مسرحه دول يعني لو هو موجود ده اعظم واحد جاب. ده اعظم واحد ضحك في الدنيا وحش زي لا الاخزام ولا الناس ولا حد. ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه كلمه تنمر وما كانش فيه صح. اقول لك كلمه هتروح رد بكلمه اللي جت على بالك. طبعا لو رديت باكتر براحتك بس اللي جه في قلبك اقول انا قلت الكلمه دي شو حسيت بيه. اوكي. التمثيل حلو. كوميديا ألذ حاجه. كذب ملوش لازمه. يوم الثلاث ما بحبوش. محمد كريم بالبرنس زي محمد كريم من غير برنس عادي. منى زكي احسن ممثله في مصر باي فار عن اي حد. خلاص اتحطت في الحته بتاعت الليجندز يعني زيها زي فاتن حمامه زي سعاد حسني زي شاديه يعني هي في الحته دي وتتقارن بيهم وتعدي ناس منهم يعني. هشام ماجد اخويا. كريم فهمي اخويا. دي ايه الفرق بين اخويا دي واخويا دي؟ كريم اخويا بجد وهشام اخويا لان متربيين مع بعض من واحنا عندنا 12 سنه. كنت هنا كم مره؟ لا لا ولا مره الحمد لله. انت مين اجمل انثى ربنا خلقها في نظرك؟ انت ليه حاسك بسمه وهبي فجاه؟ خلينا وهتلاقي خاطر بيعمل صوت شيخ الحاره دلوقتي. خليني دخل صوتك يا خاطر وقال لي احنا سمعنا. طب جاوبني على السؤال ده عبثا. مين اكتر انثى ربنا خلقها شايفها حلوه من نجمات زمان او دلوقتي بره او جوه؟ غير هنا. لا لا احنا هنهرج. هي انا اجمل انثى في العالم خلاص. انا كلمك بقى بره الموضوع بتاع هنا. بحب واحده اسمها اليزابيث هيرلي. لو جات لك فرصه تخون هنا مع اليزابيث هيرلي بس ما حدش يعرف وربنا يسترها عليك وهنا ما تعرفش وانت بعديها تبقى زوج احسن واليزابيث هيرلي ما تجيبش شكل الموضوع طول حياتها وهبقى كويس جدا في كل جدا حاجة. طب نمنع خير ليه؟ يعني نمنع الخير ده ليه كله؟ وبعدين لو اليزابيث هيرلي يا ريت الناس تعرف. طب اقول لك حاجه اعترف لك اعتراف. انا بسال السؤال ده للناس عشان ايه؟ عشان هم يقولوا لا وانا اقعد اهزر ان انتوا كذابين. انت دمرتني. تمنع خير؟ انا اسف والله العظيم. ده سؤال عبثي. عبثي. الافلام الاباحيه. الافلام الاباحيه؟ عيب. عيب يا عمر. كذب يا فهم. الغباء. مستفز. اكتر حاجه بتستفزني الغباء. واللي بيستفزني اكتر من الغباء انك تبقى غبي ومش عارف فده بيبقى خطر جدا. يعني في اغبياء كتير عايشين في وسطنا ومسلمين ان هم ايه؟ اغبياء. دول تمام. تمام لان هو عارف انه غبي فبيعمل الحاجات اللي ينفع يعملها.